على الرغم من صعوبات تلك الأيام وصدى أخبار اضطهاد المسيحيين الأرمن في تركيا، ولشدة قوة شهادة المثل والقدوة اللذين عاشوهما الكبوشيين في دير مار أنطونيوس البدواني في بعبدات، قرر 5 بعبداتيين في مطلع شبابهم أن يغامروا على مثال أولئك المرسلين ويلبوا دعوة الذي أخلى ذاته وأتى إلينا ليعيش فيما بيننا غريبا وحاجا، وهو العمانوئيل. في 28 من نيسان سنة 1895 وضبت أمتعة الفتيان 5، وكان في صفوفهم جري الصالح وتوما عويس ملكي، ليكون لهم السفر فاصلا كالمعمودية، ينتقلون معه من ضفة الإنسان القديم إلى ضفة الإنسان الجديد، حيث سيولدون بالروح والحق في أرض يعلو فيها عويل وبكاء رحيل التي زال أولادها عن الوجود وأبت أن تتعزى. كان على أهلهم أن يساعدوا الرهبنة في مصروف الإبحار، علاوة على تقدمة أبنائهم ساهموا بما توفر لديهم، مثل ما قدم يوسف ومريم في الهيكل فرخي الحمام تقدمة لله. ركبوا البحر وأمواجه العاتية، وسلموا المسيح قيادة حياتهم، ولم يلتفتوا إلى الوراء، بل حملوا الوطن والأهل في قلوبهم الرقيقة والمغمورة بروح الاستشهاد، إلى معهد سان ستيفانو التابع للكبوشيين قرب اسطنبول. توجه الفتيان 5 ليدخلوا إلى أتون نار التنشئة والدراسة والعلم والابتداء. هناك أمضوا 5 سنوات حيث أصقلت شخصياتهم متخذة طابع المرسل الكبوشي الذي لا يهاب الموت حبا، بالذي تواضع ومات حبا بنا. كم كان حبهم للرب يسوع كبيرا حتى ثبتوا رغم كل شيء. مع دخولهم سنة الابتداء سمي جرج الصالح بالأختومة، ويوسف عويس ملكي سمي بالأخ ليونار، اللذين سيحملان شعلة الاستشهاد مقتدين بالمعلم الإلهي يسوع الفقير والمصلوب.